السلام عليكم. أنجزت جهاد الصراع الليبي تقدماً ملحوظاً على طريق إنهاء الحرب والوصول إلى حل سلمي يوفر الاستقرار في ليبيا. وفي هذا السياق تحولت طرابلس إلى قبلة لعدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناهيك عن موجة إعادة فتح السفارات فيها. هذا التطور الإيجابي الذي تشهده ليبيا يعكر صفه حتى الآن على الأقل. ملف المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية المنتشرة في البلاد، وبالرغم من دعوة المسؤولين الليبيين وقادة الدول الغربية والإقليمية إلى خروجها، وبالرغم من اتفاق اللجنة الأمنية الليبية أو ما يعرف بمجموعة 5+5 على مهلة 90 يوما لمغادرتها انتهت في أواخر شهر يناير الماضي، بالرغم من كل ذلك فإن شيئا لم يتغير على الأرض، بقي المقاتلون. بل إن شبكة CNN الأمريكية كشفت في تقرير خطير أن مرتزقة فاغنر الروسية يحفرون خندقاً طويلاً حول مدينة سيرتا الاستراتيجية، المرتزقة التي تشكل تحدياً حقيقياً لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ويخشى أن تتحول إلى أزمة مستعصية في الملف الليبي، هو موضوع حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. على مدار سنوات مضت عانت ليبيا صراعات مسلحة كان ثمنها الدماء الليبية والخراب والدمار الذي شمل البنية التحتية وقطع أوصال الشعب الليبي، مستهدفاً أمنه واقتصاده، وبالتالي نشر الفوضى وإضعاف ليبيا. ولتدارك ما يمكن تداركه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة الوطنية وحل الخلافات بين الليبيين. تلك المصالحة التي وصفها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأنها تجمع بين أبناء الشعب وتطوي صفحة الماضي وتجبر الضرر وتحقق العدالة بينهم. الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا لعودة الاستقرار إلى البلاد على وفق وصفه، بينما ذكر رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه ناقش مع المجلس الأوروبي ملفات الهجرة وأمن الحدود البحرية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوبيتش مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السلطة الليبية الجديدة لمواصلة العملية السياسية فضلاً عن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا. مراقبون أكدوا أن روسيا ستعرقل أي اتفاق يمس مشروع مرتزقة فانغر الروسية التي تمكنت من تحقيق موطئ قدم لها. إذ تسعى موسكو حالياً إلى الاستفادة من وقف إطلاق النار لتعزيز انتشارها بشكل أكبر ولتحقيق وجود دائم في ليبيا وشمال أفريقيا قبالة الشواطئ الأوروبية، مما يمثل مشكلة حقيقية تكمن في الوجود العسكري الروسي الذي سيستمر سنوات في ظل وقف إطلاق النار الدائم وعدم وجود خطة أممية واضحة لإخراج المرتزقة الروس وأسلحتهم من الأراضي الليبية. عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيوف الحلقة مع حفظ الألقاب خيري منصور أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا هنا في الاستوديو، وكذلك بدر شنيبة الصحفي والمحلل السياسي الليبي، وعبر زوم من تونس العاصمة عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المجلس السياسي الليبي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. نبدأ هنا معك سيد بدر، يعني الاتفاقات التي وقعت بين الجهات الصراع الليبية حققت تقدما ملحوظا وملموسا حقيقة، لكن كان لافتا عدم الحضور القوي أو بما فيه الكفاية لموضوع المرتزقة بالرغم من أهمية هذا الملف. لماذا لم يمنح هذه الأهمية الذي يستحقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك طيبة وتحية لضيفك الكريمين. أهلا وسهلا. الموضوع المرتزقة والوضع الأمني كان موجودا ولكن بطريقة غير مباشرة. أوكلت هذه المهمة إلى لجنة 5+5 كونها تشكلت قبل أن تتشكل الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام، وبالتالي يعني ستفرض نفسها يعني إجباريا في ملفات السلطة الانتقالية الحالية، وبالتالي كان وهذا ناتج أيضا على رغبة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التي هي من يعني شكلت الإطار العام
للمنطقة الحوار بأنها تريد في تلك المرحلة توحيد مؤسسات الدولة. ليبيا عانت منذ 4 سنوات من تقسيم مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية، وبالتالي كان الهدف الرئيسي من منطقة الحوار هو أولا توحيد المؤسسات، ومن ثم تشكيل سلطة تنفيذية يمكن لها الالتزام بسحب المرتزقة وقوات الأجنبية وإعادة هيكلة الأجسام الأمنية. وبغير ذلك لا يمكن فرض ملف سحب المرتزقة، لأن كان لدينا جسمين تنفيذيين رغم أن المعترف به دوليا واحدا هو حكومة الوفاق، ولكن كانت هناك سلطة موازية في الشرق وهي حكومة الاثنين. أمر واقع يعني. بالضبط، وبالتالي لذلك كان نقطة يعني غير أساسية كون أن كان أهم وتركيز المجتمع الدولي هو توحيد المؤسسات الليبية وبسط سيطرة السلطة الجديدة على كافة مناطق البلاد، وتتليها نقطة إعادة وهيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، والتي بطبيعة الحال يجب دراسة وضع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في هذا الملف. وهذا ما في رأيك يعني في خلال المفاوضات لإنجاز الحل وما نتج عن ذلك بعد ذلك حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ليبي إلى آخره، هل إغفال قضية المرتزقة أو عدم إيلائها الأهمية التي تستحقها كان خطأ استراتيجيا برأيك؟ أعتقد الخطأ الاستراتيجي ليس في ملتقى الحوار، هو عدم تضمين أو عدم اعتماد مخرجات الحوار بقرار دعمه بقرار من مجلس الأمن. الآن بعد اتفق الفرقاء الليبيون في جنيف. عفواً يعني كيف يعني يدعم هذا الأمر بقرار موضوع المرتزقة، يخرجون بقرار من مجلس الأمن وإحدى دول مجلس الأمن لها مرتزقة في ليبيا روسيا. بالتحديد هو هذا ما يعني يدعم رأيتي في هذا الموضوع، هو أن عندما تم ترشيح القوائم على في حكومة الوحدة الوطنية سئل كل المرشحون عن ذلك وأعطوا خططهم لسحب المرتزقة، ولكن ما يدعم عمل وتوثيق مخرجات الحوار ملتقى جنيف هو أن يأتيه دعم من مجلس الأمن يؤكد على أهمية خارطة الطريق. خارطة الطريق لديها عدة مهام، والحكومة الانتقالية أو حكومة الوحدة الوطنية لديها 4 مهام رئيسية، هي توحيد المؤسسات والمصالحة وإعادة الخدمات وتوحيد المؤسسات، توحيد المؤسسات وتهيئة الانتخابات. بالضبط، والانتخابات هذه النقطة الرابعة بالفعل. فهذه الآن كلها عبارة عن أمال وواضع وعبارة عن التفاهمات لم يتم تضمينها لا في الإعلان الدستوري التي تسير به السلطات التشريعية في ليبيا ولا بدعم من المجلس الأمن لكي يصبح واقعا دوليا كما حدث في ملتقى برلين في لقاء برلين الدولي، وكل ذلك تم تضمينه في قرارات داعمة من مجلس الأمن وكذلك الاتفاق السياسي في الصغيرات 2015. بالتالي هذا أعتقد الخطأ الذي الآن ستواجهه هو عدم امتلاك الحكومة لورقة ضاغطة على الأطراف الدولية لمطالبتها بسحب مقاتليها. هذا ربما نبحثه في المحور الأخير من الحلقة. دكتور خيري، الآن الفرنسيون أو رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال بأن وجهة نظرنا كمجلس أعلى للدولة تتبين مع وجهة نظر الفرنسيين بشأن آليات خروج المرتزقة من ليبيا. زاد على ذلك موضوع الخندق الذي حفرته مرتزقة فاغنر الروسية بما يوحي بأنها تعد العدة للبقاء ربما طويلا في ليبيا. هذه المعطيات إلى أي مدى يعني تمنحنا الحق بالسؤال، إلى أي مدى تشكل يعني تحديا حقيقيا أو مستوى التحدي الذي تشكله أزمة المرتزقة بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية؟ إذا ما أردنا قراءة موضوع المرتزقة في ليبيا فإننا يمكن أن نعطيه قراءة أوسع من القراءات الجزئية، بحيث أنه يمكن أن يظهر أمامنا مستويان. المستوى الأول وهو ما يتعلق بأنه مجيء أو ظاهرة المرتزقة في ليبيا هي إحدى تداعيات التفاعلات الدولية في الأزمة الليبية، وأن مثلا المرتزقة الروس هم كانوا العامل المفجر والانتقال لعملية السلام باعتبار أنهم استفزوا الولايات المتحدة وبدأت تأخذ خطوات أكثر تسارعا في هذا المسار، في مسار وقف الحرب والانتقال إلى التفاوض وتشكيل مسارات مختلفة في الاقتصاد والأمن والمسار السياسي لبناء الحكومة الجديدة. في تقديري أن المسألة هي نوع من الحوار الدولي أكثر منه من الحوار الملقى على عاتق الحكومة، بمعنى أنه في موازات نفوذ العسكري في الدولي في ليبيا يمكن أن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي كان في مرحلة ما يريد أن يحتجر الملف الأمني والعسكري، سواء عملية
يعني الأوديسا تقريبا، هذه كانت آخرها كانت إيرينا، كان يريد أن يفرض أنه الجهة الوحيدة التي يمكن أن تسيطر على ليبيا وترتب أوضاعها الأمنية والعسكرية، وبالتالي كان الدخول الروسي هنا هو لموازنة هذا التواجد وإعادة روسيا إلى الملف الليبي مرة أخرى. وبالتالي عندما نفكر في كيفية التصرف تجاه ملف المرتزقة، أعتقد أنه يفوق طاقة لجنة 5+5 ويفوق طاقة الحكومة الليبية إلى بحد كبير. ومن هنا أن المفاوضات الدولية أو التفاوضات حول من سيكون في ليبيا ومن سيحمي المرحلة الانتقالية ومن سيؤثر على مخرجات المرحلة الانتقالية هي تفاوض بين جهات دولية مختلفة، بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا ومصر. وبالتالي العملية الأهمية هنا هو أن هذه الحالات تتحول إلى عملية هيكلية في موازاة الحكومة، وبالتالي أن الحكومة في هذا الوضع ليس هناك، لم يتم إنجاز ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى حد كبير، وهناك مشكلة جانبية أخرى هو أعني به المستوى الثاني. والمستوى الثاني هنا هو في فلسفة جمع السلاح وحل ودمج الميليشيات ودمج المسلحين بشكل عام. أعتقد أن هذا الملف المرتزقة سوف يظل موازيا لهذه التكوينات حتى تنتهي كل الملفات، تصل إلى مرحلة استرخاء وتكون الدولة أو تكون قوة الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت إمرة الحكومة الجديدة، أقصد الحكومة بعد الدستور. وبالتالي هنا سوف يظل هذا الوضع قائما حتى إذا ما أجريت حتى تجرى الانتخابات، سواء كانت في 24 ديسمبر أو فيما بعد 24 ديسمبر. وبالتالي هنا مشكلة المرتزقة يمكن أن تتحول إلى مشكلة هيكلية في السياسة الليبية إذا لم تكن هناك تقارب في تفاهم الدول المعنية على طريقة للحل السياسي أو طريقة للحل أو للانسحاب المتبادل. يعني عندما نلاحظ فإن الدول التي تدين عملية المرتزقة هي أغلبها من الجماعة الأوروبية، وبالتالي باعتبار أنها في المرحلة الأخيرة أزيحت فعليا من التأثير في الملف الليبي وهي تريد العودة مرة أخرى، ولذلك فتح السفارات وما يحدث من هذا هو إعادة تمكين للدور السياسي في هذه الملفات. بتقديري إذا ما ظلت الحكومة يعني متعسرة في تجميع المؤسسات أو في حل مشكلة انقسام المؤسسات، فإن هذا سوف يكون مبررا لأن تتمادى أو تظل المرتزقة الروس أو الفرقة المساعدين لبعض الميليشيات أو وضع الميليشيات نفسها أو حتى الولايات المتحدة، هي كانت متدخلة وكانت تتمنى سقوط طرابلس في بعض المراحل، بمعنى أننا أمام حالة اختلاف دولي حول كيف تسوى هذه المشكلة. وبالتالي إذا لم يحدث توافق في هذا الشأن فأعتقد أن مسألة المرتزقة يعني نعم يعني هذا الموضوع هذا ربما أيضا نبحثه بشيء من التفصيل في المحور الأخير. أذهب إلى تونس دكتور عبد القادر، يعني أنتم في ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس بما أعطيتم إياه من صلاحيات واسعة في تقرير طبيعة الحل في ليبيا، إلى أي مدى قضية المرتزقة تشكل قلقا لديكم أو تشكل حضورا في ملفاتكم ومداولاتكم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رحب بك وبضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. طبعا حتى هذه اللحظة الملف الأمني كما قال ضيوفك موكل للجنة 5+5، هي هذه مشكلة قبل حتى أن يتشكل الملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اجتماع في جنيف واجتماع في تونس. يعني هذا المسار ترك للجنة 5+5 هي التي تقرر الجانب العسكري، بما أن الحوار في ليبيا في عهد المبعوث السابق للولايات المتحدة قسمه إلى 3 جزئيات، جزء سياسي وجزء عسكري وأمني وجزء اقتصادي. الجزء العسكري والأمني مختلف، ولكن نحن نرى أن المشكلة العسكرية ومشكلة المرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية هي المشكلة الكبرى في ليبيا، وهي التي تحتاج إلى أكثر وقت من المجلس الرئاسي الجديد، بحكم أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يجب أن ينسق مع وزارة الدفاع. ولكن تظهر لنا بوادر سلبية بحكم أن هذه الحكومة لم تحدد حتى الآن وزير دفاع. وزير دفاع يبقى هناك اختلاف دولي أثر حتى على المشكل المحلي في أن هذه الحكومة تقرر من هو وزير دفاع، حتى هذه اللحظة لم يتم تقريره. يعني الحل حاليا ما لم يتم توحيد
طرد القوات المرتزقة الأجانب وخاصة الفاغنر. هي الفاغنر أكثر شيء مؤثر، لأن نحن كما تعلمون أن 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 حفتر استعان بالفاغنر بعد شهر 2020 تقريبا أو 2019، بعد خسارته لمدينة غريان وأصبح الهجوم عليه قوي، تدخل الروس، وهنا جلنا جنون القوات الأمريكية الدولة الأمريكية في هذا، واستعانت بطريقة غير مباشرة، واستعملت دولة تركيا بحكم أن تركيا لها علاقات جيدة مع حكومة الوفاق الوطني، وأيضا تركيا لديها مصالح مشتركة في شرق البحر المتوسط. استطاعت تركيا أن تنجز اتفاقيتين، اتفاقية أمنية واتفاقية اقتصادية. هذه الاتفاقية الأمنية هي التي قلبت الموازين، وأصبح هناك انتصار لقوة حكومة الوفاق الوطني، وما يسمى بالمجتمع الدولي لا يريد لليبي، لأي طرف ليبي، أن ينتصر على طرف، ولذلك لم تسمح لحكومة الوفاق الوطني أن تتقدم أبعد إلى شرق سرت، ولم يسمح أيضا في فترة من الفترات كان سمح لحفتر أنه يسيطر ويعترف به، ولكن بما أنه فشل لن يسمح له بالذهاب إلى الغرب، ولذلك اتجهنا إلى العملية السياسية، والعملية السياسية انبثقت على الانتصار العسكري الذي حققته حكومة الوفاق الوطني بمساعدة دولة تركيا. والآن الحل القوي الذي ينجز فعلا هي روسيا. وجود القوات الفاغنر لا يوجد اعتراف من الحكومة الروسية، ولكن روسيا تستعمل في هذا التواجد، ليس لأن روسيا تعتبر ليبيا من أولوياتها أو من مواقعها الاستراتيجية، لا، إنما روسيا تريد أن تضغط لملفات أخرى، وهي تعلم جيدا أن روسيا، أن الدول الغربية وأمريكا لن تسمح لروسيا بأن يكون لها موقع قدم ثابت في ليبيا. نعم دكتور، معذرة، يعني هذا الأمر متعلق بالجهات المستفيدة من استمرار ما يمكن أن يصطلح عليه أزمة المرتزقة الذي سنبحثه بعد الفاصل. لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل، لو أذنت لي أن أعود إلى الاستوديو، سيد بدر، يعني إلى أي مدى قضية المرتزقة مرشحة لأن تكون أزمة حقيقية وكبيرة في الملف الليبي برأيك؟ هو بالطبع بناء على التفاعلات التي نراها. هو بشكل عام الملف الأمني قابل للانفجار في ليبيا في أي لحظة، كون أن الآن حتى الآن كما ذكر سيد حوالي أن لا يوجد تحرك على مستوى وزارة الدفاع، وبالتالي الآن أو أي حتى منصب القائد الأعلى للجيش وهو المتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعا لم يتم تفعيل دوره حتى الآن من حيث تشاور مع لجنة زايد خمسة مجتمعة ومباحثة الخطوات، خاصة في خطوات سحب المرتزقة المتأخرة الآن، يعني كان سحبها واجبا في أواخر يناير، الآن نحن متأخرين شهرين أو أكثر، وبالتالي نحن نحتاج إلى، إذا لم يتم تفعيل خطوات فعالة من قبل المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، وبدأ بإنشاء لجان مشتركة لبحث التواصل بين خطي الجبهة وخطي التماس وسحب المرتزقة حتى على الأقل من خطوط التماس، نحن الآن نرى أن المرتزقة يعني يمكن رؤيتهم برؤية العين في شوارع مناطق الجفرة وسرت، ويمكن رؤية بناء الخنادق في منطقة الجفرة في على الحد الفاصل بين الجانبين، وبالتالي هذا يعني يعطيك إشارات أن الطرفين أو بالتحديد الطرف الكرامة وخليفة حفتر لا زال يعمل على تعزيز صفوفه، ولا زال يقوم بإجراء مناورات عسكرية رأيناها خلال الأسبوع الماضي، وتتحرك المرتزقة بحرية في شوارع مدينة سرت وفي مناطق الجفرة. هذه يعطي إشارة قد أن الوضع الأمني بشكل عام قد ينفجر ويخرج عن السيطرة ما لم تتحرك حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي للجم هذه التحركات وهذه الاستعراضات إذا ما صح القول، وتفعيل آليات 5+5. آليات 5+5 كانت في التالي: أول شيء سحب المرتزقة خلال 90 يوم، تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين وقوة مشتركة لتأمين منطقة سرت، أيضا وإزالة الألغام حتى في إزالة وفتح الطريق الساحلي، وهذه النقاط أغلبها لم يتم إنشائها ولم يتم إنجازها إلا من طرف خمسة الأعضاء التابعين لحكومة الوحدة وفاق الوطني، والآن هم تابعين لحكومة الوحدة الوطنية، وهي تم في إزالة الألغام من
من منطقة سرت غرب سرت حتى بوغرين واستعداد فتح الطريق الساحلي، ولكن باقي الخطوات توقفت نتيجة لتلكؤ الجانب الآخر جانب معسكر الكرامة بقيادة خليفة حفتر، عدم إنهاء تمشيط المنطقة من الإلغام، عدم فتح الطريق الساحلي، عدم سحب المرتزقة من خطوط التماس، وعدم التقدم في تشكيل قوة مشتركة لتأمين سرت. وهذا يعني كل ذلك يحتم على حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسي التحرك، كونهم هم الآن السلطة الوحيدة التي يجب أن تفرض سلطانها على البلاد، وهذا ما يطلبه أيضا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ارتأى الذهاب إلى حكومة قبل أن ذهاب إلى قبل المرور مباشرة إلى الانتخابات لرغبته في تشكيل حكومة واحدة موحدة يمكن التعامل معها مع هذه الملفات وتقديم أساس قانوني لأي خطوات مستقبلية. الآن نرى تباطؤ أو تلكؤ أو تجاهل من قبل الحكومة ومجلس الرئاسي لهذه الملفات، والتي بدأت علامات الابتعاض على عدة أطراف عسكرية داعمة لحكومة الوحدة الوطنية، قد يعني بدأ الامتعاض واضحا من عدم أو تجاهل تحركات معسكر الكرامة التي قد يعني ينتج عنها أي تحرك مضاد من الطرف الآخر إذا لم يتم لجمها. طيب سنبحث بعد الفاصل عن الجهات المستفيدة من تأخير خروج المرتزقة من الأراضي الليبية في جعبتنا المزيد الذي يأتيكم بعد فاصل. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن ملف المرتزقة في ليبيا وسبل إخراجهم عن طريق على طريق استقرار البلاد. دكتور خيري عمر، كان هناك مهلة لإخراج المرتزقة اتفقت عليها اللجنة الأمنية أو ما يعرف بخمسة زائد خمسة لإخراج المرتزقة من ليبيا، وانتهت 90 يوما لم يحقق أي شيء حقيقة، انتهت بأواخر شهر يناير كانون الثاني الماضي. ما سبب إخفاق هذه الجهود؟ إذا ما نظرنا إلى التركيبة السياسية في ليبيا سواء قبل ملتقى الحوار السياسي أو بعد تشكيل اختيار الحكومة الحالية، نلاحظ أن مسألة المرتزقة هي مرتبطة بثلاثة عوامل. العامل الأول وهو إعادة تعريف مجموعة الحكومة الحالية ومجموعة 5+5، يعني كان من المفترض بعد تشكيل الحكومة الجديدة يتم إعادة تعريف المجموعة مرة أخرى. كانت المجموعة ناشئة عن أن هناك خلاف بين حكومتين في طرابلس ومجلس النواب في ليبيا، لكن الآن أعتقد هو كيف نعرف دور ووظيفة هذه اللجنة، وهل هي تعبر عن انقسام سياسي؟ وإذا كانت تعبر عن انقسام سياسي فبالتالي أن مسألة الوحدة الأمنية والوحدة العسكرية للدولة هي على المحك حتى يتم إعادة التعريف مرة أخرى. وبالتالي هنا المسألة الأساسية أن تكوين الحكومة الحالية هي حصلت على 55% من أصوات لجنة تكونت عبر الأمم المتحدة. هذا ليس عيبا في حد ذاته، ولكن المشكلة التي تواجهها هذه الحكومة هو أنه لم تحدث توافقات طوعية داخل الكيانات الأخرى التي هي ضدها أو الميليشيات أو كذا. حتى الآن لم تتكلم الميليشيات في مطالبها وكيف تتصور كيف تتعاون مع الحكومة أم سوف ترفض قرارات الحكومة. وبالتالي هنا عدم الوضوح في هذه النقطة أعتقد أنه سوف يشكل عقبة كامنة يمكن أن تظهر في بعض المراحل. وبالتالي المسألة الأساسية في كيفية استدرار الحكومة للتضامن الشعبي أو للتضامن السياسي بشكل عام، وأعتقد أن هناك التشكيلات الحالية في الحكومة يعني سوف تعيد إنتاج المشكلات مرة أخرى، وكنت كتبت أنها نوع من القيادة الجماعية، لكن الخطوات الأولى ليست في هذا الاتجاه وليست يمكن أن تثير كثير من المشاكل، خصوصا ما يتعلق بتشكيلة مكتب رئيس الحكومة وغيرها. النقطة الثانية وهي تتعلق ب مسألة جمع السلاح، وجمع السلاح منذ القرار 1995 وحتى الآن ليس هناك تصور واضح، ليس لدى الأمم المتحدة، لدى دول الجوار، وحسب القرار 2174 أيضا هناك مشكلة كبيرة. من هم المسلحون ومن هم الميليشيات؟ هناك تعريفات مختلفة. وبالتالي إذا ظلت المشكلة على هذا النحو فإننا نكون أمام معضلة كبيرة، كيف سنتصرف في كل هذه العقبات التي تشكل خريطة فسيفسائية تمنع سلطة الدولة. وبالتالي وحدة سلطة الدولة هنا أعتقد سوف تظل غير محققة إذا ما استمر هذا الوضع. النقطة الثالثة أو العامل الثالث هو أن التدخلات الدولية
هي سابقة على تشكيل الحكومة ومؤثرة في تشكيل الحكومة، وبالتالي إذا ما ظلت التباينات كما هي فإننا نكون أمام معضلة. يعني أن نقطة الأزمة في ليبيا يمكن أن تعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. يعني على سبيل المثال عندما قلت أن التدخل الروسي أو المرتزقة الروس هو لموازنة النفوذ الأوروبي والنفوذ الأمريكي، وبالتالي إذا ما لم يحدث توافق أو تفاهم على المصالح اللي هي يمكن تفويتها أو المصالح المشتركة بين هذه الثلاثة أطراف فإننا نكون أمام إعادة إنتاج للأزمة مرة أخرى. وبالتالي لا يمكن مناقشة، في تقديري لا يمكن مناقشة موضوع المرتزقة التي يمكن تتحول إلى جيوش نظامية أو جيوش مجموعات مسلحة كبيرة بدون فهم كيف تدير روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية خلافاتها داخل ليبيا، وهذه أعتقد أن هذه هي المعضلة الأساسية. طيب دكتور عبد القادر، يعني عدم حلحلة الملف الأمني والذي يشكل المرتزقة الآن رأس هذا الملف حقيقة في هذه المرحلة على الأقل، يعني هل مرده إلى عدم وجود ثقة أو ضعف الثقة بين الجهات الليبية أم للتعقيدات في المسألة؟ يعني هي مسألة المرتزقة معقدة في ذاتها. هو المرتزقة من أتى بهم، يعني الحقيقة هي عدم وجود الثقة كما قلت بين مجرم الحرب الذي في المنطقة الشرقية الذي أتى بالمرتزقة وخرجت المرتزقة عن سيطرته. من هو تقصد؟ خليفة حفتر؟ نعم. أيوة. وخرجت المرتزقة عن سيطرته حاليا. مرتزقة الفاغنر لا يأتمرون بإمرة مجرم الحرب حفتر، حتى الضباط، بعض الضباط، أنا التقيت بعض الضباط من جيش خليفة حفتر مستاءون أن أصبحت موجودين هم في الجفرة وفي سرت، مستاءين أن الفاغنر لا تسمع كلامه وأصبحت خلاص ليست تحت سيطرتهم. فعدم وجود الثقة أدى إلى عدم حلحلة المشكل العسكري، توحيد مؤسسة عسكرية كما قال ضيفك الكريم، أن لجنة 5+5 أسست على أساس انقسام سياسي الذي يفترض فيه الرئيس المجلس الرئاسي يشكل لجنة أخرى لحل الأزمة، لجنة موحدة ولجنة الطرف، ليست لجنة الطرفين بحكم أنه هو رئيس ويجب أن يفرض رأيه. ولكن للأسف ما رأيناه اليومين الماضيين من أن مجرم الحرب هذا أجرى مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة حية بدون علم المجلس الرئاسي، هذا يعتبر ضعف في المجلس الرئاسي إذا لم تكن يسمى بالمجتمع الدولي، إذا لم تكن قويا لن يحترمك أحد. الحقيقة هذا الضعف في المجلس الرئاسي حاليا سيؤدي به إلى التهلكة، وسيؤدي الاعترافات التي أخذها والحكومة التي أخذت تصويت رسمي من مجلس النواب، ويعني القوة حاليا لدى المجلس الرئاسي. كيف يصوغ قوته المجلس الرئاسي؟ كيف يكون قويا في ظل القوى الإقليمية والدولية الكبيرة الفاعلة في الملف الليبي؟ جزئية أن هو لا يفقد الأصدقاء السابقين. الحقيقة هناك ضغط من دولة فرنسا، ضغط خبيث أن يخرج جميع المرتزقة من ليبيا في وقت واحد. والسؤال الذي وجه إلى رئيس لوزير خارجية فرنسا في النيجر عندما التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، قال له هل تضمن لي وتستطيع أن تخرج قوات الفاغنر من ليبيا لكي أنا أخرج لك القوات الصديقة التي دعمتنا لخلق هذا التوازن وجعلتنا ننهي الحرب ونتجه إلى التفاوض السياسي السلمي؟ فلم يستطع، خرص لسانه، لأن فرنسا وأمريكا لا تريد الحرب ولكن تريد تحاول الابتزاز والوصول إلى أي طريقة. ولكن حالياً اللعبة في يد الليبيين ويد الأصدقاء الأتراك ويد الروس. إذا وصلنا إلى اتفاق ممكن نتجاوز ما يسمى بالاتحاد الأوروبي ونتجاوز ونحل الإشكالية، ولكن هذا طبعا زي ما قلت لك هذا يعتمد على حسابات أخرى. روسيا لديها حسابات في البلقان وفي سوريا، وتركيا لديها حسابات في شرق المتوسط وفي الاتحاد الأوروبي وأمريكا. يعني هذه الحسابات ما لم يتم التوافق عليها دوليا لن يحل المشكل الليبي. أعتقد أن من هنا إلى الانتخابات 24 ديسمبر لا أعتقد أن قوات الفاغنر والمرتزقة سيخرجون من الأراضي الليبية، ولكن لو نجحنا في إجراء الانتخابات
ربما يتم الضغط بالرئيس المنتخب الجديد أو الحكومة المنتخبة الجديدة تبقى منتخبة من الشعب، يكون عندها قوة شرعية أقوى من المجلس الرئاسي والحكومة الحالية، ربما بذلك نستطيع أن نضغط لإخراج هذه المرتزقة. لعلنا بعد قليل نتحدث بعد الفاصل عن سبل إخراج المرتزقة، سواء كان بقدرة ليبية خاصة أم بدعم دولي. لكن الآن نبقى مع بدر، يعني من الجهات المستفيدة من استعصاء أو تأخير خروج المرتزقة من ليبيا والجهات الخاسرة؟ هو جلب المرتزقة كما ذكر السيد حويلي في السابق أن هي قوة ردع للطرفين، يعني هم الآن بعد إحساء الشعور أو معرفة حفتر أنه لن يستطيع يعني احتلال العاصمة وأن إمكانيات قواته أقل من المستوى المعركة، التجأ إلى فاغنر، ولأنها قوة نوعية ومعتمدة على قوات خاصة كانوا سابقا جنودا نظاميين في الجيش الروسي، وبالتالي وأيضا حكومة الوفاق عندما يعني اقترب حفتر من السيطرة على مناطق استراتيجية جنوب العاصمة لجأت إلى الحليف الاستراتيجي تركيا واستقدمت قوات صديقة لموازنة الكفة، وبالتالي هم يعني الأطراف الآن الكفتين متعادلتين إذا ما صح التعبير، وهذا ما دفع الطرفين الذهاب إلى العودة إلى المسار السياسي في أول الأمور. والآن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعلم حفتر أن أعتقد أنه هو سيكون الطرف الخاسر من سحب المرتزقة، كون أن الآن مرتزقته هي ليست قوة نظامية يمكن أن يتم تفعيل اتفاقيات معها. نعلم يعني أن المستفيد الآن من بقاء المرتزقة هو الروس وحفتر بالضبط، والجهات الشرعية تخسر من بقائها. نعم، لأن الآن فرنسا كما ذكر السيد حويلي تضغط، وعدة دول تريد فرض رؤيتها على عملية سحب المرتزقة وشرعنة وجود الفاغنر. نحن نعلم أن الفاغنر حتى الحكومة الروسية ترفض الاعتراف بها أنها تكون تابعة لها، تعترف بوجودها ولكن لا تعترف بتبعيتها للقوات الروسية، وبالتالي هناك أطراف تريد يعني مساواة القانونية بين تواجد القوات التركية والتي جاءت عبر اتفاقية رسمية اعترفت بها الأمم المتحدة، وجاء ذلك على لسان المبعوث السابق غسان سلامة بأن اللجنة القانونية في الأمم المتحدة أكدت شرعية الاتفاق، ويريدون مساواته باستجلاب المرتزقة الفاغنر وتواجدهم والتي جاءت عن طريق سلطات موازية وهي شركة أمنية لا تملك أي شرعية قانونية، وبالتالي إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة قانونيا كما ذكر السيد حويلي وذكر السيد مشري لي وزير خارجية فرنسا، يمكن الآن إذا أردنا حل يعني وفاقي أو يعني جيد لسحب المرتزقة يجب سحب مرتزقة فاغنر أولا وبضمانات حكومة الوحدة الوطنية لعدم الاعتداء على الطرف الآخر، وبالتالي يمكن طلب من دولة تركيا يعني كدولة يعني عبر الطرق الدبلوماسية سحب الآن قواتها وبدون مشاكل، أما أن الآن هناك أطراف تحاول الإبقاء عليها ضمان للردع خوفا من أنها تخسر ورقة ضاغطة التي تملكها في المجال السياسي أيضا. الحفتر يضغط في الملف السياسي عن طريق سيطرته على منابع النفط وامتلاكه للمرتزقة. دكتور خيري، يعني إلى أي مدى يمكن أن تشكل القضية الأمنية هنا يعني تؤذي بشكل حقيقي موضوع حل النزاع في ليبيا أو الملف السياسي أو العملية السياسية؟ هي سوف تظل مؤذية طالما أن هناك خلاف في المشاريع الدولية حول ليبيا. يعني هو كان التدخل الروسي هو كان الموجة الثانية التي كانت ترغب، الموجة الأولى كانت ترغب في أن يسيطر حفتر على العاصمة، وهذه الموجة كان يدعمها مجموعة الاتصال الدولية بما فيها الولايات المتحدة، لكن عند تأخرها أدرك الروس أنهم لابد أن يكونوا موجودين فيزيائيا في ليبيا، وأن استدعاء حفتر لهم هي مسألة شكلية، هم يعملون لحساب روسيا مباشرة دون اهتمام بها. وبالتالي أن في تقديري أن الخلافات الدولية حول ليبيا هي مستمرة، وهناك مشاريع للولايات المتحدة تريد أن تربط ليبيا بمنظومة اتصال ونطاق أفريكوم في أفريقيا، وأن هذا الترتيب يتم من بداية من طرابلس ونيامي في تشاد وفي النيجر وكل هذه منطقة الساحل كلها بحيث تكون ضمن النطاق الأمني أو النطاق الأمني الأفريكوم، ومن هنا تظل هذه الخلافات. وبالتالي إذا ما اتفق على حتى الانسحاب وهو الحل العدمي، انسحاب كل القوى الأجنبية، فإننا هنا نكون أمام منطقة فراغ. من يملأ هذه منطقة الفراغ؟
هل هناك جيش في ليبيا؟ هل هناك المجموعات المسلحة التي يمكن أن تملأ الفراغ؟ وبالتالي فكرة الدولة أو تأخر أو تباطؤ الليبيين في فكرة في إنشاء فكرة السلطة أو الدولة هو ظل عاملا أساسيا في إكراه أو في جذب التنافس الدولي. يعني في بعض المراحل كان الليبيون يتنافسون على اكتساب الولايات الدولية بحيث أننا في النهاية صرنا أمام معضلة كبيرة، ليس هناك جيش بالمعنى الحقيقي لا في الشرق ولا في الغرب، وبالتالي هذا متنفس جيد لأجهزة استخبارات، لقوى أجنبية، لمرتزقة سواء كانت نظامية أو غير نظامية، قانونية أو غير قانونية. نحن نتعامل مع وضع معقد، من الواجب على الحكومة أن تكون صريحة في تصدي لهذه المشكلة. وهذا يقود إلى الحديث عن سبل إخراج هذه المرتزقة التي تشكل تصدعا أمنيا في رأس الليبيين. وقفة أخيرة ولا نعود بعدها. أهلا بكم دكتور عبد القادر. يعني صحيح أن الآن المرتزقة وجودها يكاد يكون صوريا لا عمل لها، أحيانا تعيد انتشارها في البلاد، لكن يجب أن يتوقف الليبيون كثيرا وحتى الإعلاميون عندما نسأل عن موضوع شركة أو مرتزقة فاغنر التي كشفت CNN بأنها يعني تبني خندقا عميقا وطويلا بطول 70 كيلومتر جنوبي سيرت المدينة الاستراتيجية. يعني كيف يفهم الليبيون وخصوصا يعني منظومة الحكم الجديدة، كيف يفهمون موضوع الخندق ومستقبل شركة فاغنر في ليبيا؟ هو المعلومات على الخندق غير دقيقة 100%. هي طبعا لكن أقمار الصناعية صورت صورت الأقمار الصناعية صورت هذه الصور، وهو خط أنبوب لنقل البترول الخام إلى ميناء سرت. هذا هو أخر تصريح وصلنا بهذا الكلام. أما أن الفاغنر هي تعلم أن وجودها في ليبيا وجود مؤقت لغرض من تستعمل فيه الحكومة الروسية لغرض الضغط في مناطق أخرى للحصول على مكتسبات في مناطق أخرى، لأن ليبيا ليست المكان الاستراتيجي لروسيا بأن يسمح لها، الغرب لن يسمح لها أن تكون متواجدة باستمرار في 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 ليبيا، وأيضا المجتمع الليبي غير قابل للقوات الأجنبية على أراضيه. فهذا هو طبعا حاليا الفاغنر بدأت في عادة انتشارها، اتجهت إلى الجنوب، ممكن راح تخرج المدة القادمة من سرت والجفرة واتجهت إلى قاعدة براك وقاعدة من هند وتتجه إلى الشرق هذه تعيد انتشارها. هذا الذي سمعته المدة الماضية أن الفاغنر تستعد إلى إخلاء سرت والجفرة وتتجه إلى الجنوب، ولكن ما زالت موجودة. طبعا هل يمكن يعني أنت تقول بأن دكتور تقول بأن فاغنر تستعد لإخلاء أماكنها والخروج، هل يمكن أن يحصل هذا بدون بيان موقف ومستقبل خليفة حفتر الذي جاء بها؟ ما هو هي حاليا هي خرجت من سيطرة خليفة حفتر. هو خليفة حفتر اسم طبعا معروف، روسيا أنها لا تدعم خليفة حفتر، روسيا تدعم سيف الإسلام ونظام حكم القذافي، وحفتر يعرف الجزئية هذه، ولكن هم يستعملون حفتر حاليا للبقاء في ليبيا باسم حفتر، ولكن إذا اتجهت الانتخابات ربما تبرز لنا أسماء أخرى. يعني الواقع في ليبيا، يعني روسيا عدة مرات استمعنا إليهم أنهم قالوا يدعمون سيف الإسلام ونظام حكم القذافي. فحاليا حفتر يعتبر انتهاء عسكريا بفشله، وحاليا يحاول أن يبيض نفسه بأن يدخل الجانب السياسي، وممكن يدخل الانتخابات القادمة إذا كانت الشروط التي ستوضع في انتخابات الترشح يستطيع أن يترشح. فهذه الأشياء كلها أعتقد أن حفتر خسر عسكريا
وحاليا يغير اللبسه العسكريه الى عسكريا. هناك من يقول بانه ربما خسر سياسيا بعد تباعد المسافه بينه وبين عقيلة صالح في شرق ليبيا. ساعود اليك وارجو ان يسعفني الوقت دكتور عبد القادر، ما الذي يمكن ان تفعله منظومه الحكم الان، الحكومه الوطنيه دبيبه برئاسه عبد الحميد دبيبه، ما الذي يمكن ان تفعله على طريق اخراج هذه المرتزقه من ليبيا؟ أول شيء يعني نحن الآن هي حكومة واحدة هي تمتلك ورقة جميلة وهي ورقة قوية وهي الدعم الشعبي والدعم السياسي، هي حكومة مشكلة من كافة الأطراف المتنازعة وتمثلهم كافة ودعم شعبي يعني في بدايتها على الأقل كان قويا، قد بدأ ينحصر هذا الدعم، ولكن نستطيع أنه يقول نقول أنه لازال مرتفعا. بالتالي يمكن العمل دبلوماسيا مع الدول الراعية لهؤلاء المرتزقة. يعني الآن رأينا أن هذا الوظيفة يقوم بها أشخاص غير الحكومة. رأينا السيد المشري مشكورا أنه في استفاد من مراسم تنصيب الرئيس الجديد في النيجر من لقاء وزير خارجية فرنسا والحديث عن سحب المرتزقة. رأيناه يتحدث مع رئيس مجلس عضو مجلس السيادة السوداني حمدتي وطلب منه توضيح وجود القوات السودانية وأخذ تصريح يعني جيد من حمدتي وقال أن أي مواطن أو أي مرتزق سوداني يتواجد على الأراضي الليبية دون إذن السلطات الليبية فهو مرتزق، وبالتالي يجب تفعيل الدبلوماسية الليبية في هذا السياق، التحاور مع الدول الراعية لهؤلاء المرتزقة، الضغط عليهم وتطمينهم طمأنتهم على مصالحهم بطرق دبلوماسية. نعلم كما ذكر السيد حويلي أن روسيا هدفها هي أولا دعم أنصار النظام السابق وأيضا تفعيل العقود التي وقعتها مع قذافي، لأنها ترى في أن ثورة 17 فبراير 2011 هي جاءت وأنهت التواجد الروسي في ليبيا وأنهت الصفقات التي وقعتها مع قذافي. يمكن طمأنة الجانب الروسي بمشاريع و يعني اتفاقيات عسكريه واقتصاديه تضمن وجود وقوف روسيا مع الحكومه وسحب مرتزقتها، ايضا مع كافه الاطراف، مع مصر، مع دول الجوار، مع اوروبا، لان اوروبا هي ماذا تريد من ليبيا؟ تريد صد الهجره وتامين خاصرتها الجنوبيه من الجماعات الارهابيه، والجانب وتاخيرا الجانب الاقتصادي وهي تفعيل الاتفاقيات الاقتصاديه من نفط وغاز وتنميه واعاده اعمار. بالتالي يمكن لهذه الحكومة الضغط والتلاعب واللعب على أوراق التناقض الدولي، لأن كل طرف الآن يريد شيء من ليبيا، يمكن اللعب على هذه التناقضات واقتناص الفرصة والضغط عليها لسحب مرتزقتها وأجهزتها العسكرية من ليبيا مقابل التعهد بضمانات أمنية واقتصادية وتفعيل كافة الاتفاقيات السابقة. أما ترك المجال دون أي تحرك ومجرد استقبال الوفود في طرابلس وكل يصرح بأن هدفه سحب المقاتلين الأجانب دون رؤية، لأننا نعلم الآن أن حالة التوافق الدولي التي جاءت بالحكومة الآن بدأت يعني تتباين الرؤى حول كيفية معالجة ملف المرتزقة. الآن روسيا تريد ميزان الكفة بين معادلة الكفة بين فاغنر وتركيا، أمريكا الولايات المتحدة تريد سحب المرتزقة الروس بدرجة أكبر، هناك إيطاليا تريد مصالح اقتصادية. يجب الحركة الدبلوماسية تفعيل التحرك الدبلوماسي الليبي وتوحيد الرؤية بين المجلس الرئاسي والحكومة من أجل الوجود وصول إلى رؤية دبلوماسية شاملة لليبيا للتعامل مع الدول. أما أن تكون أنت الفعل وليس ردة الفعل كما نشهد الآن. يعني وضعت وصفة إلى حد ما تفصيلية لكنها خلت من الدور الدولي الذي أريد أن أسأل عنه الدكتور خيري عمر. يعني عندما تأتي الدول الأوروبية والغربية تفتح سفاراتها من جديد في طرابلس ويذهب وزراء خارج الاتحاد الأوروبي عدد منهم ووزير خارجية فرنسا وإيطاليا وعدد منهم إلى طرابلس لكي يخطبوا ود الحكومة الليبية الجديدة إذا ما صح التعبير بحثا عن مصالحهم، هل هذا كله يعني يمكن القول بأن هناك المزاج الدولي نضج باتجاه إخراج المرتزقة من ليبيا الآن؟ هو المزاج الدولي نبي ننظر إليه هو نضج للمزاحمة على المصالح وليس في دعم. ليس من المصالح إخراج هذه المرتزقة؟ يمكن أن يكون إخراج المرتزقة، لكن أنا عندي تصور آخر هو في السياسة الداخلية، أن يكون هناك إصرار لدى الحكومة كيفما اتفق على إجراء الانتخابات في موعدها حتى لو كانت بكفاءة 50%. أعتقد أن هذا يمكن أن يكون هو الانتقال الحقيقي من حالة الفوضى الحالية إلى حالة حكومة شرعية منتخبة،
وبالتالي كانت الحجج السابقة في عدم إجراء الانتخابات بسبب النزاعات، بسبب أمور كثيرة، بسبب الصراع بين الهيئة التأسيسية ومجلس النواب، وبالتالي إدخال العملية الدستورية في الصراع السياسي هو كان عاملا مهما في إجهاض كل محاولات التسوية في السابق. وبالتالي إذا ما عملت الحكومة على أن تلتزم وفقا للتعهدات السابقة بأن تكون الانتخابات في هذا التاريخ أو حوله أو قريبا منه، أعتقد أن هذا هو يمكن أن يكون العامل المهم في تحييد التدخل الأجنبي إلى حد كبير. يعني بمعنى عندما لاحظت عمل لجنة ملتقى الحوار في عملية صياغة الوثائق، في عملية الاختيار وهكذا، لاحظت أنهم من اختيار من بالتصويت على معايير اختيار الحكومة أن هناك ميل للجنة للحلول الوطنية والوحدة الدولة. وبالتالي هنا كيف ننمي هذا؟ هذا هو التحدي. بمعنى أن الاستمرار الاستناد إلى عوامل خارجية كثيرا، أعتقد أنه سوف يكون مربك إذا ما أصرت الحكومة عليه دون أن تأخذ خطوات فعلية نحو البناء الدستوري. نعم، يعني أختم معك دكتور عبد القادر، ما الذي يمكن أن تقدمه المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بالملف الأمني الليبي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين وصولا إلى حل نهائي في ليبيا؟ الحقيقة للأسف أن المجموعة الأوروبية لن تستطيع أن تقدم شيء بسبب تباينها وعدم توافقها. رأينا الخلافات بين إيطاليا وفرنسا، بين الحقيقة شركة توتال الفرنسية وشركة إني الإيطالية، هذا الخلاف الذي هو حادث حاليا، وبينهم وألمانيا. يعني المشكل في ليبيا التدخل الأوروبي السيء وتجاهل أمريكا الملف الليبي وتسليمه للاتحاد الأوروبي في البداية وبعده لدولة إيطاليا وبعده، يعني هذا أخر الحل، لأن الأوروبيين حتى هذه اللحظة لم يتفقوا على المشكلة الليبي. فقط أزعجهم الاتفاقية الأمنية والاتفاقية البحرية مع تركيا، هو الذي أتى بهم، وهم يستفيدون من تواجد المرتزقة، ويحاولون أن الفاغنر يحاولون أن يربطوا خروج الفاغنر حاليا بخروج القوات التركية لإجهاض الاتفاقية الليبية الاقتصادية بين ليبيا وتركيا. وهذا هو الحقيقة. يعني هذا الذي يسبب القلق في ليبيا، كما لو أن الأمر معادلة صفرية، تخرج القوات المحسوبة على تركيا كما يقول المعسكر الآخر، وثم تخرج أو مع بعض كما يقول الفرنسيون طبعا بالتزامن مع خروج قوات فاغنر. يعني نحن أمام معادلة صفرية، ما الحل لكسر هذه المعادلة؟ للأسف حتى الفرنسيين ليس لديهم القدرة على إخراج قوات فاغنر. الحقيقة أنا أعول على الدور التركي، هو الذي يستطيع إذا وصل إلى توافق مع الدور الروسي، واستطاعت حكومة الوفاق الوطني كما قال ضيفك الكريم بأن روسيا زي ما قلت لك ليس لديها وضع استراتيجي في ليبيا، لو أنها تحصلت على ضمانات لتنفيذ سياسات عقودها السابقة مع نظام القذافي وبعض الامتيازات الاقتصادية في النفط وفي النقل، يعني هذه لو الحكومة استغلت هذه الأشياء بمساعدة الحليف الاستراتيجي التركي، يعني لا نريد أن نخرج باتفاقيات بدون أن نرى رأي الحليف الاستراتيجي الذي أنقذ العاصمة. الحقيقة الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا هي التي أنقذت العاصمة، لأننا نحن نعلم أننا قادرين على المتمرد ومجرم الحرب كحكومة بدون دخول الفاغنر هي التي أوصلته إلى مشارف طرابلس، والاتفاقية هي التي أخلقت التوازن. فإذا يجب أن نجلس الحكومة تجلس مع الدولة التركية ومع الدولة الروسية ويحلوا، لا يعتمدوا على الدور الأمريكي ولا الدور الأوروبي. هذا هو الرأي، والإجراءات والاتفاقات الاقتصادية هذا هو أسرع حل للحكومة، لأن المتمرد مجرم الحرب ليس لديه قدرة وليس لديه قوات. نعم. المرتزقة الجنجويد والمعارضة الاستشهادية مقدورة عليها، فقط الفاغنر إذا تم الاتفاق بين الحكومة الليبية وحكومة تركيا
والحكومة الروسية، أنا متأكد أن هذا هو أسرع حل وأنجح حل بأسرع وقت ممكن. وأنا بدوري متأكد من أن الوقت أدركنا. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر ضيوفي جميعا في ختام هذه الحلقة. معي في الاستوديو الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، وكذلك بدر شنيبة، الصحفي والمحلل السياسي الليبي، وعبر زوم من تونس العاصمة الدكتور عبد القادر حويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المجلس السياسي الليبي. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله.